الداخلية الأوكرانية تؤكد استئناف الهجمات على كييف بصواريخ باليستية، ونشاهد هذه الصور التي تأتينا من العاصمة الأوكرانية كييف. إذن يبدو أن اليوم الثاني من الهجمات والعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا بدأت. كانت هناك أنباء أشارت إلى سقوط أول صاروخ على منطقة أو حي سكني مدني في العاصمة الأوكرانية كييف، ونحن نشهد الآن الأنباء تأتي تباعا، سواء من وزارة الداخلية الأوكرانية وأيضا من وكالة الأنباء الفرنسية وشهود عيان عن استئناف الهجمات على كييف بالصواريخ البالستية. كانت روسيا أكدت، ووزارة الدفاع الروسية أكدت، بأن هذه الهجمات تستهدف فقط المواقع العسكرية والمطارات وتحييد القدرات العسكرية للجيش الأوكراني، لكن بدأنا نسمع تباعا عن استهداف مناطق سكنية، حتى سقوط صاروخ في أوديسا. والرئيس الأوكراني خرج وأكد مقتل 137 مدني في هذه الهجمات وإصابة أكثر من 300. وكان هناك نداءات أوكرانية جاءت على لسان السفير الأوكراني في اليابان، ومطالبة بدعم لأوكرانيا بالمضادات، مضادات الطائرات للتصدي لهذه الهجمات.